بالنسبة للتقرير الأدبي والمالي أنا أشكر مرة أخرى كل أعضاء الجمعية العامة على المصادقة نتاعهم على لو بيلون مورال اي فينانسي احنا الحمد لله يعني سي فري كو تتويج كأس إفريقيا في 2019 هو أحسن حاجة صارت للجزائر منذ 30 سنة ونقدر نقوله بأنها وحدها تكفي باش حصيلة المكتب الفيدرالي هذا ماشي غير على سنة 2019 على كل العهدة يكون إيجابي. أما احنا تفضلنا واخذنا الوقت باش نتكلموا مع الجمعية العامة وتكلمنا على كل ما راه يتقدم فيه الاتحادية، تكلمنا على المشاريع، تكلمنا على أشياء كثيرة، طرقنا إلى كل نشاطات أخرى تاع المكتب الفيدرالي، أي فيما يخص المديرية الفنية، التحكيم، البطولات، المراكز، هذا كل محليهم رئيس الاتحاد بكل تفاصيل وعطاه في الآفاق في المستقبل إن شاء الله كيفاش نوصلوا إلى كرة القدم، أفضل كرة القدم اللي ينتظر فيها الجميع. المشاريع اللي طرقت ولي راهي لونساتها الاتحادية الجزائرية كيما لو سونتر دو تلمسان اللي ما بقالوش بزاف ويكون أشفي، لي زونسيان دو تيران كي سو أكيز في الطرف وفي بالعباس يعني. وما ننساش تاني اخيرا لو رادار فوت اللي بدا يجيب تيمارو، شفنا باللي كما قال الرئيس 130 جون بين U15 U17 U20 جزائريين خارج الوطن.